الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قناة النادي الأهلي قنواتكم المفضلة، ونقل نهائي كرة السلة بطولة منطقة القاهرة للدرجة الأولى الممتاز ما بين الأهلي وهليوبلس. الأهلي يسعى إلى العلامة الكاملة، خمس مباريات فوز أربع مباريات فوز، واليوم المباراة الخامسة يسعى إليها الكوتش طارق خيري. نستعرض التشكيل مع حضراتكم، تشكيل النادي الأهلي: جانا الألفي رقم 2، رنا نبيل رقم 3، ميرال أشرف رقم 4، سلعوة رقم 7، سوريا رقم 8، دينا عمرو الكابيتانو رقم 10، فريدة وائل 14، رنيم جداوي 15، نوع شتا 23، جيمي نارد 31، هالة شعراوي 34، وحبيبة بيكو رقم 40. القيادة الفنية للكوتش طارق خيري ومعاوناه كابتن كريم اسماعيل والكابتن علياء محمود. اما تشكيل نادي هليوبلس اليوم: فرح موسى رقم 2، تمارا كريم رقم 4، ليلى سامح 5، صفاء حافظ 6، يسرى اشرف 7، ساره مسعود 9، فريده علي 8، شازع عبد الحكيم 11، فريده مدحت 13، منى عوض 14، نورة الدبيكي 15، ومنى عاطف كابيتانو نادي هليوبلس رقم 24. القيادة الفنية للكوتش إيهاب الألفي ومعاوناه كابتن محمد برنس وكابتن محمد حمدي، مديرا إداريا الكابتن وليد نجي. بالستارت لاين أب للنادي الأهلي: حبيبة بيكو رقم 40، فريدة وائل 14، جيمي نارد ونوع شتا، سوريا كيلوباترا. ده الستارت لاين أب للنادي الأهلي اللي بادئ بيه الكوتش طارق خيري. هنشوف الستارت لاين اب لنادي هليوبلس هيبدا بمين كوتش ايهاب الالفي. خارج القائمه كما استعرض كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن اسلام وكابتن سلعوه، ندى نافع للاصابه، نرمين ايمن، رضوى محمد، جايده خالد، ده الرباعي اللي خرج من القائمه اليوم. لحظات ما قبل المباراه، بطوله شارك فيها ست فرق هم الاهلي وهليوبلس والزهور والشمس والجزيره والتامين. هقول لحضراتكم النهارده النتائج اتلعبت النهارده: الجزيره والتامين والزهور، فاز الجزيره على الزهور 83-51، الشمس فاز على التامين 63-53، واليوم والان المباراه الاخيره الاهلي وهليوبلس. نبدا بتشكيل نادي هليوبلس: شاذ عبد الحكيم رقم 11، يسرى اشرف رقم 7، سارة مسعود رقم 9 القادمة من نادي الجزيرة، ومن عاطف الكابيتانو، وجامبول والحيازة أهلوية، وطبعا فريدة مدحت رقم 13. على بركة الله نبدأ المباراة والهاند اوف مع جيمي نارد وحبيبة، وأولى النقاط وأولى الأخطاء الشخصية لصالح النادي الأهلي عن طريق حبيبة بيكو، الباسكت كاونت والأند وان لبيكو. في الثواني الأولى من أحداث الكوارتر الأول في نهائي بطولة المنطقة، تنجح في تسجيل ثلاث نقاط حبيبة بيكو لاعبة نادي الأهلي. شاذ عبد الحكيم بوينت جارد نادي هليوبلس بتسلم ليه فريدة مسعود، أو عفوا سارة مسعود لشاذة مرة ثانية لسكرينات، دفاع قوي من النادي الاهلي، يعمل ستيل على طول حبيبه بيكو، تسلم لجيمي، جيمي على طول بالفص بريك 3-2، جيمي تلعب 1-1، طلع كيك اوت لفريده وائل من البيز لاين، سلم اسيست روعه الروعه لنوع شتا، لكن نوع شتا ترفض الهديه وترتكب خطا شخصي على فريده مدحت باوتسايد للصالح نادي هليوبلس. اوتسايد لهليوبلس، يسرى اشرف هتطلع الاوت وضغط النادي الاهلي، سكرينات يسرى اشرف، هي اللي هتقوم بالملعب، تسلم لشازا، لا والله تراجعت عن موقفها، لسه معاها الكوره ومعاها سوريا مش سايباها لساره مسعود، ساره مسعود على هاي بوست تحاول تخش وتخترق، لكن فريده مدحت تاخد الكوره وتلم الريباوند على السكند شوت وتنجح في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي هليوبلس. حبيبه بيكو اسم الشهره، تبدا الهجمه لجيمي نارد، اطعاله حلوه قوي، نوع شتا نوع عايزه تطلع الكيك اوت، طلعت الكيك اوت فعلا لجيمي، جيمي قلبت ليه سوريا، سوريا
بنتريشن سرعي على الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول على السكند شوت جيمي نارد، سلم لسرايا تبدا الهجمه من اول جديد، جيمي في البيس لاين عايز تعمل بنتريشن من الميدل، طلعت الكيك اوت لفريده على الثري بوينت، فريده شاطت نجحت فريده في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 6-2 لصالح الاهلي والاهلاويه. ساره مسعود لشازا مره ثانيه مان تو مان النادي الاهلي، شازا سلمت ليسرى اشرف، كانوا زملاء مع بعض في نادي الشمس وزميلتهم الثالثه هي ميرال اشرف، منها عوض لفريده مدحت شاطت على الثري بوينت، رد سريع على فريده وائل على طول بثلاث نقاط تضيع الفرق الى نقطه وحيده فريده مدحت. من جانب الفريقين هتلاقي في لعيبه لعبت هنا ولعبت في الشمس، وادي درايف روعه الروعه من نوع الشتاء بالباور ليه بتنجح في تسجيل تو بوينت كمان لصالح النادي الاهلي نوع الشتاء. وسع الفرق الى 8-5 والاند 1 لنهى شتا. تنجح نهى شتا في تسجيل الاند 1 وسع الفارق لصالح النادي الاهلي اربع نقاط لصالحه. شازا لسه كره مع شازا مع جيمي نارد، مان تو مان ما زال للنادي الاهلي، لمن عوض اللي شاطت على 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، سكند شوت على طول عند فريده مدحت، سلم من عوض للمره الثانيه على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، تلم حبيبه بيكو لسرايا على الفاست بريك درايف سرايا وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، من عوض على طول ديفنسيف ريباوند وتلم وتطلع الكوره لشازا، شازا سلم لساره مسعود، ساره تاخد السكرين من فريده، ساره وقفت ارتكزت هتطلع الكيك اوت، سلمت على طول لمن عوض اللي عملت درايف وقفت وطلعت الكوره لشازا في الثواني الاخيره قبل انتهاء ال 24 ثانيه، شازا شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، ساره مسعود على السكند شوت لكن معاها على طول ترتكب خطا شخصي نوع الشتاء لصالح ساره مسعود بتو شوتس ورميتين حرتين. ساره مسعود لاعبه نادي الجزيره انتقلت هذا الموسم الى نادي هليوبلس. وادي ساره على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. والفري ثرو الثاني ايضا تنجح في التسجيل، ساره مسعود تضيع الفرق الى 2 بوينت لصالح النادي الاهلي، نقطتين لصالح النادي الاهلي. 6:50 على انتهاء احداث الكوارتر الاول. حبيبه لفريده مازال نادي هليوبلس زون ديفنس 2-3. جيمي لسرايا، سرايا بصت الكره قطعها جيمي حلوه قوي، الباصه حلوه قوي لكن تخبط في ايد فريده وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي، اوتسايد من البيز لاين او من الحد النهائي للاين. مازال جمهور النادي الاهلي يعزف اروع السيمفونيات في دعم الفرق الاهلاويه. حبيبه بيكو لسرايا فضلت لها على 3 بوينت اوبن شوت، سرايا تنجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان لصالح النادي الاهلي. شازا تبدا الهجمه عن طريق نادي هليوبلس، تسلم من منه عوض هاند اوف معاه يسرى اشرف، يسرى لسه الكره معاها بتحاول تلف وترتكز وبتبحث عن الاختراق، راحت وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، فريده وائل على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع تعدي فريده مستنيه السكرين، سلمت لجيمي نارد، جيمي على الثري بوينت شايطه لوحدها فاضيه ما نجحتش في التسجيل، تخبط في ايد فريده مدحت وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد للاهلي، حبيبه بيكو لجيمي نارد، جيمي على الثري بوينت المره الثانيه لكن المره دي بتنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي، جيمي نارد 14-7 لصالح النادي الاهلي. كرة في حيازة هليوبلس، سارة مسعود درايف وصلت استخدمت اللوحة ما نجحتش نوع شتا على الديفنسيف ريباوند، تسلم لحبيبة بيكو اللي تبدأ الهجمة وتسلم ليه سرية، سرية عايزة تخترق طلعت لحبيبة بيكو لكن في السكة بتعمل ستيل سارة مسعود والفص بريك على طول لهليوبلس باصة يعني لكن شازا بتضيع على الفص بريك، ترد تاني النادي الأهلي يبدأ معاه الهجمة مرة تانية، فريدة وائل، فريدة
لسوريا فريدة ونوع شتا قادمين من نادي هليوبلس حبيبة بيكو لجيمينارد لكن تلمس اللاين وتطلع اوتسايد للصالح نادي هليوبلس 14-7 خمس 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول ادي اللعبة وادي الاعادة وادي دوس على اللاين 14-7 شازا لسه الاهلي مان تو مان سلمت لساره مسعود ساره تاخد السكرين من فريده على الاوبن شوت 3 بوينت ساره تنجح في تسجيل ثلاث نقاط ده الفارق الى اربع نقاط لصالح النادي الاهلي سوريا لحبيبه بيكو تاخد السكرين لكن الباصه وحشه تعمل السيل على طول ساره مسعود اللي وصلت الباسكت ونجحت في تسجيل نقطتين تضيق الفارق الى 14-12 لصالح النادي الاهلي. تبدا الاهلي هجمه ثانيه عن طريق حبيبه بيكو سلم ليه سوريا فريده وائل قطع تحت على الباسكت حلوه قوي وسلمت اسيست اجمل من كده ما فيش ليه نوها الشتاء اللي تنجح في تسجيل نقطتين توسع الفارق الى 16-12 لصالح النادي الاهلي شذا من هليوبلس تاخد السكرين من ساره مسعود تحت الباسكت تحاول تلعب واحد على واحد توصل تسلم لفريده وائل لكن بلوك ولا اروع من نهى الشتا توصل على طول فاست بريك سريع لفريده وائل بعد اسيست جميل من سوريا تنجح فريده وائل في تسجيل نقطتين عشان توسع الفارق الى 18-12 لصالح النادي الاهلي 18-12 لصالح النادي الاهلي يسرى اشرف لم يجري اي من مديرين فنيين اي تغييرات في احداث الكوارتر الاول وادي شاز على 3 بوينت تضيع الفارق مره ثانيه الى 3 نقاط للصالح النادي الاهلي شاز لاعبه نادي الشمس السابقه وحاليا في نادي هليوبلس نجحت في تسجيل 3 نقاط جيمي نارد جيمي لسه الكره مع جيمي سلمت لسورايا سوكا طلبت السكرين من نوشيتا عدت بالسكرين لكن شازا معاها قدرت تعدي سلمت فريده وائل بنتريشن من فريده وصلت فريده برشاقه ومرونه لكن ما بتنجحش في التسجيل لما على طول هليوبلس عن طريق شازا لكن جيمي نارد تعمل الستيل لكن ما تلحقش الكوره تخلص على طول ساره مسعود تعمل بنتريشن تلف وترتكز والباك لاي اب وتنجح في تسجيل نقطتين ومعاها فاول كاونت على نهى شتا زي ما احنا شايفين في الاعاده لفت وارتكزت وراحت بالباك لاب وادي نوع الشتاء والفاول لصالح ساره مسعود نجحت في تسجيل الاند وان والتعادل الاول بين الفريقين في احداث الكوارتر الاول اخر ثلاث دقائق في عمره احداث الكوارتر الاول ما زال نادي هليوبلس زون ديفنس 2-3 فريده وائل على البوست لوحدها بالميديم شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت على طول للصالح نادي الاهلي شذا اولى التغييرات سوف تجرى كمان شويه زي ما احنا شايفين كده ميرال اشرف بتستعد للنزول يسرى اشرف من هليوبلس بتهوش تسلم لشذا عايز تشوط المره الثانيه قررت انها تخترق سلمت لفريده ليسرى اشرف و3 بوينت يسرى اشرف من بعيد لكن ما بتنجحش في التسجيل نوع شتا على طول ديفنسيف ريباوند سلم لسوريا تهدى بملعبها وتقود الملعب وتسلم لبيكو الناحيه الثانيه ثلاث تغييرات هيجريهم كوتش طارق خير حبيبه لفريده وائل تحت الباسكت في البيز لاين لجيمي نارد من الميديم ولا اروع لجيمي نارد بعض الاحصائيات هبلغكم حضراتكم في اقرب التوقفات لجيمي نارد وباقي الفريق ميديم شوت نموذج لجيمي نارد شذا فريده فريد ساره مسعود اللي وصلت ولكن هنا بتعترضها حبيبه بيكو بخطا وفاول على حبيبه بيكو بالتو شوتس للصالح ساره مسعود تغييرات سيجريها الكوتش طارق خيري نادين سلعوه ميرال اشرف رنيم جداوي بدلا من فريده وائل وحبيبه بيكو وايضا نهى شتا تو شوتس لصالح ساره مسعود الاولى تنجح في التسجيل والثانية تنجح في التسجيل 22 اخر دقيقة 53 ثانية وادي كوتش هاب الالفي طلب نلعب مان تو مان 22-20 لصالح النادي الاهلي جيمي نارد جيمي درايف جيمي وصلت ارتكزت لفت راحت سجلت 2 بوينت عشان توسع الفرق الى اربع نقاط جيمي نارد
بمنتهى السلاسة والشياكة تقدر تسجل نقطتين لصالح النادي الأهلي. سارة مسعود تاخد السكرين من فريدة مدحت، تسلم على طول لمنة عوض. منة طلبت سكرين فريدة مدحت مرة تانية، عمل السويتش منة شاطت على الميديم شوط ما بترجعش في التسجيل، سلعوها ديفنسيف ريباوند ولا أروع، سلمت الكورة وتسلم لميرال على طول، ميرال 1-1 راحت طلعت والباك بص ولا أروع لرنيم، أسيست منتهى الجمال من ميرال أشرف لرنيم زي ما احنا شايفين، خدت الناس كلها فضت رنيم، رنيم بشمالها نجحت في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي الأهلي، وادي 2 بوينت كمان لنادي هليوبلس. أصبحت النتيجة 26-22 آخر 45 ثانية من زمن أحداث الكوارتر الأول، رنيم جداوي حاولت تخترق لكن طلعت باد باس كده عملت الستيل على طول، شذا سلمت لمنة عوض على الثري بوينت منة لكن ما بتنجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند عند مين؟ عند نادين سلعوة، نادين سلعوة بدأت الهجمة 2-2 وقفت استنت شاطت ثري بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول نادي هليوبلس منة عوض آخر 15 ثانية في عمر الكوارتر الأول، شذا ما زالت شذا تمتلك الكرة، خد السكرين من عوض بيك اند رول على طول، من عوض على الميديم شوت شاطت ما نجحتش في التسجيل في الثواني واللحظات الاخيره، تلم على طول نادين سلعوة لكن سارة مسعود ترتكب معاها خطا وفاول لصالح النادي الاهلي. سوريا على طول هتشوط اخر ثانيتين، شاطت سوريا لكن ما بتنجحش في التسجيل عشان تنتهي احداث الكوارتر الاول 26-22 لصالح النادي الاهلي. دقيقتين راحه ونرجع لحضراتكم مره تانية. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الكوارتر الثاني والحيازه التبادليه لصالح نادي هليوبلس. تشكيل النادي الاهلي هو اللي انتهى بيه الكوارتر الاول، نادين سلعاوي نارد جيمي نارد ورنيم جدا، تغيير حصل دلوقتي خرجت سراي ونزلت رانا نبيل وميرال اشرف. اما تشكيل نادي هليوبلس فريده مدحت، شاز عبد الحكيم، منى عوض، ساره مسعود، ويسرى اشرف رجعت مره ثانيه. مان تو مان النادي الاهلي والحيازه لهليوبلس، منى عوض لسه الكرة معاها، كابتانو نادي هليوبلس لشازا طلبت سكرين معاها رنا نبيل، ردت معاها تاني لفريدة مدحت اللي وصلت بشمالها راحت اير بول سلمت لمنة عوض لكن هنا في ايه؟ هنا اوتسايد على نادي هليوبلس، كابتن عبد العليم السيسي هو اللي احتسب هذا الخطأ. جماهير النادي الاهلي دائما وابدا خلف كل ابناء النادي الاهلي. رنا نبيل هاند اوف مع جيمي ناري، سلمت لجيمي مره ثانيه درايف على طول، لقت طريق فاضي وصلت نجحت في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي. جيمي نارد مسجله في احداث هذه البطوله 196 بوينت في الاربع ماتشات الماضيه. ستيل من رنيم لكن كابتن عمرو زاهد يحتسب خطا شخصي على رنيم جداوي، اوتسايد لصالح نادي هليوبلس. يسرى اشرف هتطلع الاوت لكن اوفنسيف فاول صحيح على منة عوض لاعيبه نادي هليوبلس، ترتكبوا امام رنا نبيل واوت سايد لصالح النادي الاهلي. سلعوة هتستلم ضغط نادي هليوبلس، هي اللي هتمسك الملعب وتطلع، عدت فعلا سلعوة سلمت لرنيم جداوي هاند اوف معاها لجيمي نارد اللي قطع تحت الباسكت بالباك لاب لكن ما بتنجحش في تسجيل، منة عوض على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لشازا، وشازا عايزه تعدي قبل الثمان ثواني نجحت فعلا وسلمت لساره مسعود. ساره سكرينات لساره مسعود، من عوض تحت الباسكت هتستلم معاها معاها نادين سلعوة وقفت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، رنا نبيل ديفنسيف ريباوند باص فاست بريك لنادين سلعوة وقفت مستنيه اللي قطع، سلمت رنيم جداوي لفت بشمالها تنجح بباسكت روعه الروعه من رنيم جداوي انها تسجل نقطتين على طول. كوتش ايهاب الالف يطلب تايم اوت، شكرا لمخرجنا على الاعاده الجميله دي، دروس مستفاده في الارتكازات للاعبي البيفوتات اللي بيتفرجوا على الماتش معانا. تايم اوت يطلبه كوتش ايهاب الالفي 30-22 لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم ست
فرق شاركت في هذه البطوله هي الاهلي وهليوب الزهور الشمس الجزيره التامين. حاله ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي سيكون الترتيب كالاتي: الاهلي، الجزيره ثاني، الشمس ثالث، هليوبلس رابع، مصر التامين خامس، والظهور سادس. اما في حاله لا قدر الله الخساره ستقام غدا باذن الله مباراه فاصله وسيكون الترتيب كالاتي: هليوبلس ثالث، الشمس رابع. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش ايهاب الالفي، 8 دقائق 29 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 22-30 للصالح النادي الاهلي. الحيازة لهليوبلس، والتشاورات مع الكوتش ايهاب الالفي والكابتن محمد حمدي بدأت شذا الهجمة مان تو مان ما زال للنادي الاهلي. شذا تاخد السكرين من منى عوض، دفاع قوي من النادي الاهلي، يسرى اشرف لمنى عوض مره ثانيه لساره مسعود، ساره خدت سكرين من فريده مدحت، ساره تعمل الدرايف وصلت ميديام شوت، شاطت نجحت في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي هليوبلس. رنا نبيل هتقود الهجمه للنادي الاهلي. وادي درايف على طول من رنيم جداوي لكن ما تجيش، بص بريك سريع عن طريق ساره مسعود اللي توصل وتنجح في تسجيل نقطتين وتضيق الفارق الى 4 نقاط بعد ما كان 8 نقاط. هجمتين باثنين باسكت لنادي هليوبلس وهجمه لم يسجل فيها النادي الاهلي اي نقاط. جيمي نارد لرنيم جداوي تحت الباسكت، تلف بشمالها لكن تعترضها بلوك شوت فريده مدحت، تسلم لشذا، تبدا الهجمه شذا. وادي ساره مسعود على الثري بوينت لكن دي اتحسبت باثنين طبقا لاشاره كابتن عمرو زاهد، اتحسبت باثنين على طول. كوتش طارق خيري يطلب تايم اوت لايقاف تقدم او اضطراب السكور بينه وبين نادي هليوبلس بعد ما كان الفارق في البدايه 26 بداية الكوارتر 26-22 وارتفع إلى 30-22، أصبح السكور دلوقتي فارق نقطة 30-28. الكرة الأخيرة تم احتسابها بنقطتين فقط. تايم أوت لكوبو كوتشي طارق خيري. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. تايم اوت اللي طلب الكوتش طارق خيري، 7 دقائق 20 ثانية، نقطتين هو الفارق ما بين الاهلي وهليوبلس، 30 الاهلي 28 هليوبلس. ومثل النادي الاهلي كما هو رنا نبيل سلعاوه، ميرال اشرف، جيمي نارد، ورنيم جداوي، وتسليم الكره وبدايه الهجمه عن طريق رنا نبيل. رنا زون ديفنس عاد مره اخرى نادي هليوبلس الى دفاع المنطقه، جيمي نارد لفت من البيز لاين، عدت فور لياب لكن ما بتنجحش التسجيل. فريده مدحت لكن جيمي نارد تحاول معاه مره ثانيه، لكن هنا في ايه؟ في هنا فاول وخطا على شذا لاعيبه نادي هليوبلس رقم 11. هنشوف كابتن عمرو زاهد هيقول ايه. رقم 11 فاول على شذا عبد الحكم لاعيبه نادي هليوبلس، وحوار بيمثله كابتن ايهاب الالفي ازاي حدثت اللعبه، لكن خلاص كابتن عمرو زاهد اخذ القرار والاوت سايد لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي لرنا نبيل، قلبت الناحيه الثانيه لجيمي نارد، جيمي بالبيز لاين تراجع الثاني، هتطلع الكيك اوت لنادين سلعاوه، نادين وقفت سلمت بعد باص لكن تطلع اوتسايد لصالح النادي هليوبلس. كانت عايزه تباص جيمي نارد اللي كانت قطعه تحت الباسكت لكن الباصه كانت اقوى من اللازم. شاز عبد الحكم لاعبه نادي هليوبلس تبدا الهجمه، تتولى الرقابه معاها نادين سلعاوه، نادين معاها دفاع قوي
فريده مدحت قطعها ساره مسعود، لفت وارتكز معاه رنيم جداو بالفيدوي، لكن هنا في فاول ارتكبته رنيم جداوي وحوار مع الكابتن عمرو زاهد، لكن الكابتن عبد العليم السيسي هو اللي احتسب الفاول والتو شوتس لصالح ساره مسعود. تو شوتس لساره مسعود على تنفيذ الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. والفري ثرو الثاني لا تسجل تلم جيمي نارد على طول. ده الفارق الى نقطه وحيده لصالح النادي الاهلي 30-29. نادين سلعوه لجيمي نارد تحت الباسكت، قلبت الملعب الناحيه الثانيه لميرال، لسه ميرال ما اول 3 بوينت شاطتها لكن ما بتنجحش في التسجيل، توصل لميرال المره الثانيه وتسلم لسلعوه. رانا نبيل قلبت الملعب لمرال اشرف، لرانا مره ثانيه لسلعوه، باصات سريعه على الاوبن شوت سلعوه لكن اير بول توصل على طول لساره مسعود اللي تلم الريباوند، لكن بترتكب معاها خطا شخصي من قبل جيمي نارد واوتسايد لصالح نادي هليوبلس. جانا الالفي على التغيير، هنشوف مكان مين، مكان جيمي في صفوف النادي الاهلي. ده تغيير اجراء كوتش طارق خيري. ساره مسعود حاول تلف معاه ميرال اشرف، تاخد السكرين وتلف بالبيك اند رول، فريده مدحت ترتكز تلف بشمالها راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنا نبيل بتلم الديفنسيف ريباوند، ديفنسيف ريباوند عفوا، وتسلم لكن تقطع في السكه من شذا، شذا تعمل السير وتطلع على طول ليسرى اشرف فجري على الفص بريك، لكن رنا نبيل بتعترضها بفاول وخطا شخصي على رنا نبيل لاعيبه النادي الاهلي رقم 3. فاول من رنا نبيل، ايقاف ذكي بفاول ذكي من رنا نبيل. تو شوتس ليسرى اشرف، ده الفارق الى نقطه وحيده. يسرى لا تسجل الاولى. يسرى اشرف على تنفيذ الفري ثرو الثاني. تنجح في التسجيل. يبدا نادي الاهلي الهجمه والتعادل الاول في احداث الكوارتر الثاني 30-30، 5 دقائق 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. رنيم جداوي قطع تحت الباسكت، ميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. ساره مسعود لابد من فك طلاسم الزون ديفنس للنادي الاهلي عفوا نادي هليوبلس. وادي تراي على الباسكت ما بتنجحش، فريده بتحاول معاه مره ثانيه ما بتنجحش، لم من عوض لكن هنا الحكم بيقول ايه؟ اوتسايد لصالح النادي الاهلي. لابد من ايجاد حلول اكثر تاثيرا على زون ديفنس نادي هليوبلس. ادي تراي وادي رنا نبيل، المره دي لطشت منها الكوره كده وخبطت في رنا وطلعت اوتسايد. شذا معاها نادين سلعوه تاخد السكرين من فريده، شذا في البيك اند رول تسلم لفريده لكن وقفتها كويس قوي. جانا الالفي تلحق، جانا الالفي فعلا لحقت وسلمت رنيم جداوي، رنيم فص بريك فص بريك راحت فص بريك وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل. يسرى اشرف تلم على الديفنسيف ريباوند وتسلم لساره مسعود، ساره واحد على واحد، ساره راحت وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، زقها كده رنا نبيل لكن توصل في الاخير الى يسرى اشرف وبتسلم بدورها على طول لبوينت جارد نادي هليوبلس شذا عبد الحكيم. شذا لسه الكره معاها في الثواني الاخيره، شاطت على 3 بوينت من بعيد لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لرنا نبيل، باصات سريعه توصل عند ميرال اشرف لرنا، رنيم جداوي سلمت لنادين سلعاوه لرنا مره ثانيه، سلمت لرنيم جداوي على الميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل، فريده بتلم على طول وبتسلم لشذا. شذا تهدى على ملعبها تستنى اللقطه، ساره مسعود درايف، ساره مسعود بالفيدا واي شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. جانا الالفي تلم على طول ريباوند سلم لرنيم جداوي، لازم الهدوء شويه، وصلت ميرال اشرف اللي يعني على حظها ما جاتش الكوره، لمت على طول شذا وراحت بالفاص بريك، سلمت لمن عوض عملت لها بلوك نادين لكن كابتن عبد العليم السيسي كان له راي اخر، قال فاول بالتو شوتس. تعالوا نشوفها في العاده مره ثانيه. تو شوتس لي من عوض لعيبه نادي هليوبلس. تعادل
مستمر بقاله حوالي دقيقتين من نص الدقيقه، من نص الدقيقه يعني خمس دقائق ونص، دلوقتي ثلاث دقائق 55 ثانيه. والفري ثرو الاول تنجح من عوض في التسجيل، والفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. خرجت رنيم جداوي، نزلت سوريا، هتخرج او هتنزل جيمي نارد، وهتخرج رنا نبي. هتقود الملعب في مركز البوينت جارد سوريا. تبدا سوريا اول تقدم لنادي هليوبلس على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. نادين سلعوه بالكيك اوت على طول لسوريا، سوريا بتهوش بالفيك، سلم لجيمي نارد على 3 بوينت اوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول منا عوض من قدام جانا الالفي. منا لا زالت تمتلك الكرة، درايف على طول وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول جانا الالفي، تبدا الهجمه، دور على مين؟ دور على ميرال اشرف، ميرال تعمل الدرايف ولا وقفت، سلمت لجيمي نارد اللي ارتكزت لكن بترتكب معاها فريده مدحت، خطا شخصي رقم 13 اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد سوريا هي اللي هتطلع لميرال. 3 دقائق 20 ثانيه على احداث الكوارتر الثاني. سكرين لسلعوه على 3 بوينت اوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم فريده مدحت لكن تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اكثر من دقيقتين حتى هذه اللحظات لم يسجل الفريقان سوى نقطتين، هو الفري ثرو اللي شاطته منا عوض الاخير بنقطتين نجحت في تسجيلهم من النص دقيقه يعني دقيقه وخمسه ونص، ودلوقتي 3 دقائق و20 ثانيه، هم دول التو بوينت اللي اتسجلوا. وادي تراي للنادي الاهلي ما بينجحش في تسجيلها، شاذة على طول تلم تسلم لساره مسعود، خد السكرين من فريده، ساره ميديام شوت، ساره شاطت ما بتنجحش في التسجيل، على طول سلعوه ديفنسيف ريباوند، تقف وتسلم لميرال، ميرال تقلب الملعب الناحيه الثانيه لسوريا على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لكن هنا في دبل فاول على يسرى اشرف وجيمي نارد، يسرى اشرف رقم 7 من نادي هليوبلس وجيمي نارد رقم 31 من نادي الاهلي. اوتسايد للاهلي دقيقتين 46 ثانيه، ما زال السكور متوقف عند 32-30. كوتش طارق خيري والمطالبه بالتركيز في انهاء الهجمات، في تغيير. فريده مدحت خرجت ونزلت نورا الدبيكي رقم 15. اوتسايد للنادي الاهلي، سلعوه وادي درايف من جانا الالفي ما بتنجحش، تلم على طول جيمي نارد وتقلب الملعب لميرال، ميرال على 3 بوينت، ميرال اشرف لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل، تلم على طول ساره مسعود، تبدا الهجمه ساره بالفاست بريك، ساره درايف، ساره حاولت معاها والبلوك حلو من جانا الالفي وبتطلع اوتسايد للصالح نادي هليوبلس. اوتسايد لهليوبلس، شاذة هتطلع الاوت، سلمت للدبيكي لكن تقطع في السكه على طول سوريا. نورا دبيكي استلمت، سلمت لي منا عوض، درايف منا بالباك بيفو تنجح في تسجيل نقطتين، توسع الفرق الى 4 نقاط لصالح نادي هليوبلس. سوريا لي نادين سلعوه طلبة السكرين، سلمت جيمي نارد في البيز لاين، جيمي قطعت لها جانا الالفي لكن الكره ما وصلتلهاش، تقطع على طول ويعمل ستيل نادي هليوبلس عن طريق شذا، شذا مستنيه اللقطة، قطعت لها نورا الدبيكي، راحت لبره، سلمت لمنى عوض على الميديم شوت وتنجح في تسجيل نقطتين، توسع الفارق الى 6 نقاط، هو اكبر فارق وصل له نادي هليوبلس حتى هذه اللحظات في احداث وعمر الكوارتر الثاني والمباراه. اخر دقيقه 45 ثانيه، جيمي نارد على الميديم شوت تعود بنقطتين من جديد بعد وقت طويل لم ينجح فيه الاهلي في التسجيل. 32-36 لصالح نادي هليوبلس. شاذ عبد الحكيم لساره مسعود، منى عوض عدت وراحت وصلت بالميديم شوت، لابد من ايقاف منى عوض، واحده من الخبرات المتواجده في نادي هليوبلس، يعني
حصل دروب هنا الاثنين وقفوا. جانا الالف تلف وترتكز بينها راحت على الباسكت لكن ما بترجعش في التسجيل. شازا بتلم على طول وخطأ وفاول على نادين سلعوة. نادين سلعوة ارتكبت خطأ امام شازا. هنا في حوار دائر ما بين الكابتن عمرو زاهد والكابتن عبد العليم السيسي. هل هو فاول؟ هنشوف. تو شوتس لصالح شازا عبد الحكم. اخر دقيقه وخمس ثواني من عمر واحداث الكوارتر الثاني. 38 اليوبلس 32 الاهلي. لا تسجل الفري ثرو الاول شازا. الفري ثرو الثاني شازا عبد الحكم لا تسجل ايضا. تم على طول نهى الشتاء اللي نزلت دلوقتي مكان جانا الالفي. سوريا زون ديفنس النادي هليوبلس 2-3. ميرال لسه ما اشتغلتش. ميرال جيمي نارد لسوريا مره ثانيه لميرال على الاوبن شوت 3 بوينت ميرال لكن اير بول توصل نهى الشتاء وتعافر معاها ساره مسعود تنجح فيها لانها تاخدها لمن عوض. تسلم لساره مسعود. ساره تبدا ساره مع جيمي نارد حاول تعدي لكن جيمي مش سايباها. تروح على طول لشازا عبد الحكم. شازا لكن هنا في ايه؟ في هنا ترابلنج او مخالفه المشي بالكره على شازا عبد الحكم. تايم اوت يطلبه الكوتش طارق خيري. 30 ثانيه بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تقدم نادي اليوبلس بست نقاط 38 32. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلب الكوتش طارق خيري. 38 اليوبلس 32 الاهلي. 30 ثانيه بالتمام والكمال على انتهاء احداث وعمر الكوارتر الثاني. الحيازه للاهلي والاهلاويه. كابتن عمرو زاهد هيسلم الكره الى سوريا. كوتش طارق خيري وتفكير عميق في المباراه واحداثها. سوريا هي اللي هتقود الملعب مركز البوينت جارد. سوريا شكل الهجمه هينتهي ازاي؟ ما زالت سوريا تستحوذ على الكره. سلمت لنادين سلعوه. خدت سكرين من جيمي نارد. نادين وقفت شاطت راحت ما جابتش لكن نوع شيتا تحاول معاها على السكند شوت لكن تتخطف منها عن طريق ساره مسعود وتروح لنوره الدبيكي. تبدا الهجمه نوره. سلم لساره مسعود مره ثانيه. اخر خمس ثواني شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. لاعبه نادي اليوبلس شازا عبد الحكم عشان تنتهي معها احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي هليوبلس على النادي الاهلي 38-32. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث على ان نعود معكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الثالث. شكرا لكم والى لقاء قريب. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة رقم 4 في استاد القاهرة وقناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي لنقل أحداث نهائي بطولة المنطقة لهذا الموسم موسم 22-23. الأهلي واليوبلس وأحداث اللقاء للي ما كانش معانا. انتهى الكوارتر الأول ما بين الأهلي واليوبلس بتقدم الأهلي 26-22. أما الشوط الثاني شهد انخفاض نوعا ما في منتصف الكوارتر الثاني في مستوى النادي الاهلي وانتهت نتيجته
بتقدم هليوبوليس بست نقاط 38-32. نادي الاهلي احرز في الكوارتر الثاني ست نقاط. السيد العنبي فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن مودي الجرحي مدير اداري قطاع الناشئين يتواجدوا لمؤازره فريق كره السله سيدات. سجل النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني ست نقاط، اما نادي هليوبوليس سجل في احداث الكوارتر الثاني 16 نقطه. يا ترى كوتش طارق خيري قال ايه ما بين احداث الكوارترين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي وده اللي هيطبقه تعليمات الفريق النادي الاهلي. الستارت لاين اب للنادي الاهلي سوريا وجيمي نارد ونادين سلعوه نوع شتا وفريده وائل، اما نادي هليوبوليس شازا وساره مسعود منى عوض ويسرى اشرف واخيرا نورا دبيكي. وادي اول بنتريشن واول اختراق واولى النقاط في احداث الكوارتر الثالث عن طريق منى عوض تنجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي هليوبوليس عشان تخلي النتيجه 40-32 لصالح نادي هليوبوليس. زون ديفنس ما زال متحكم في ايقاعاته نادي هليوبوليس والكوتش ايهاب الالف. باصات سريعه من النادي الاهلي تنتهي عند السوكا بالثري بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. جيمي نارد تحاول معاها لكن تخبط في رجليها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي هليوبوليس. ضغط النادي الاهلي يمكن كلام كابتن سلعوه وكلام كابتن اسلام بيتحقق حالا. لما لا نضغط؟ فريق الاهلي سريع يقدر يخلص بالضغط. وادي اول ستيل عن طريق نادين سلعوه، سلم لفريده وائل 3-2 لسوريا، سوريا تهدى وتلعب السيت بلاي وتسلم لسلعوه. لنوع شتا تحت الباسكت تلف وتطلع كيك اوت، لسه سوريا معاها الكوره. اخر 10 ثواني في زمن الهجمه والبيك اند رول سوريا على 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تخش وتخرج، حظك وحش يا سوريا. تلم على طول منى عوض سلم لساره مسعود، درايف ساره طلع ليسرى اشرف، يسرى في لعيبه وقعت هي ساره مسعود. كوتش طارق خيري بيقول العبوا. وادي يسرى طلع كيك اوت لنوره دبيكي، نوره بتحاول تلف وترتكز وكره اي حاجه كده تسلم لساره مسعود، ساره تنجح في تسجيل نقطتين للصالح نادي هليوبوليس. توسع الفارق الى 42-32، 10 نقاط فارق لصالح نادي هليوبوليس. تبدا الهجمه سوكا سوريا وسط تشجيع وحماس جماهير النادي الاهلي. يعود النادي الاهلي، هيعود النادي الاهلي مره ثانيه. وادي اولى الاختراقات و ما تنجحش نادين سلعوه بغرابه شديده، كره تدخل وتطلع مره ثانيه. وهنا في فاول على جيمي نارد رقم 31، فاول لصالح نادي هليوبوليس يحتسبه الكابتن عمرو زاهد. حكام المباراه عمرو زاهد، حسام عبد المنعم، عبد العليم السيسي. وادي يسرى اشرف من هليوبوليس 8:20 على انتهاء احداث الكوارتر الثالث 42-32 يسرى اشرف. ليه شذا تاخد سكرين وتطلع على 3 بوينت شاطت ما بتنجحش في التسجيل. اير بول تحاول معاها نوره الدبيكي فعلا توصل ليسرى اشرف اللي بتحاول وتراي على الباسكت لكن ما بتنجحش. لازم هنا دفاعات الاهلي في الريباوند تبقى اقوى من كده واسرع من كده. وادي الشوطه قبل انتهاء ال 24 ثانيه لكن البازر تايم كان اسرع من شذا اللي على طول الكره تروح لصالح النادي الاهلي. في تغيير حصل دلوقتي، هلا مصطفى في اولى المشاركات بدلا من جيمي نارد لاعبة المحترفة لاعبة النادي الاهلي. فريدة وائل سكرين من هلا مصطفى تسلم لشازا عفوا لنوع شتا تخبط كده في الحلقة وتحاول معاها منى عوض اللي بتنجح انها تعمل السيل وتسلم لسارة مسعود. تبدأ الهجمة سارة، سارة لمنى عوض معاها دفاع قوي من نادي الاهلي عن طريق سوريا تلف وترتكز لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم فريدة وائل ليه نادين سلعوه اللي بتنجح انها تاخد فاول على اللاعبه رقم 11 شاذ عبد الحكيم بالتو شوتس لصالح نادين سلعوه. تو شوتس لصالح نادين سلعوه. خرجت نوع شده، اعتقد رنيم الجداوي هتنزل. فعلا رنيم الجداوي هي اللي نازله دلوقتي، واحده من اوراق الرابحه للنادي الاهلي. و19 نقطة في الأربع مباريات لكن نادين على الفري ثرو الأول لا تنجح في التسجيل.
طبعا في التوقيت الحالي ستبدأ مباراة المغرب وفرنسا. كل التوفيق لأشقائنا المغاربة في الوصول إلى نهائي كأس العالم في كرة القدم. ونادين سلعاوي تنجح في تسجيل الفري ثرو الثاني وتغيير شاذة عبد الحكم من اليوبيس تخرج وتنزل مكانها فريدة علي. ضغط النادي الأهلي من عوض حاول تعدي من النادي الأهلي تخطف وتعمل السين نادين سلعاوي، لكن هنا الكرة عند مين؟ الكرة عند اليوبيس تخبط في مين؟ هنشوف دلوقتي قرار كابتن فرح موسى، عفوا مش فريد علي، لكن الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. دفاع قوي من النادي الاهلي ينجح في انه يرجع الحيازه للنادي الاهلي مره ثانيه. ما زال زون ديفنس 2 3 نادي هليوبلس. فريده لكن تعمل السيل من عوض وتعوض الخطا السابق. وادي درايف وتطلع لفرح موسى على 3 بوينت اوبن شوت، اولى لمسات تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي هليوبلس. فرح موسى رقم 2. نادين سلعاوي لفريدة وائل، سرايا مرة تانية لنادين، باصات سريعة لرانيم جداوي على الميديم شوت شاطت ما نجحتش في التسجيل. سارة مسعود تلم الفرح وتسلم لفرح موسى، وفرح طمع في الثانية لكن لحقتها سوكا. من عوض تسلم لفرح موسى 45-33 لصالح النادي هليوبلس. وادي هنا الووكينج والترافلينج، لكن هنا ده في فاول على سوريا، خطا شخصي. كابتن عبد العليم موسى او عبد العليم السيسي يحتسب على سوريا او سوكا. 6:30 على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. يسرى اشرف معاها نادين سلعاوي تعمل بيك اند رول، لسه دفاع قوي للنادي الاهلي لكن اوفنسيف فاول نتيجه دفاع قوي من رنيم جداوي ونادين سلعاوي. اوفنسيف فاول على يسرى اشرف لاعيبه نادي هليوبلس. اوتسايد للاهلي نادين سلعاوي، باصات سريعه هلا مصطفى تحت الباسكت، اسيست الرنيم باسكت ولا اروع من رنيم جداوي. ابتدت الحلول تظهر عن طريق الكوتش طارق خيري، عن طريق هلا مصطفى ورنيم جداوي. الهاي لو وادي البصل نور دي بيكي توصل بصعوبه تسلم ليه سارة مسعود تحت الباسكت تلف وترتكز وتروح بشمالها لكن ما بتنجحش في التسجيل. هلا مصطفى تحاول معاها لكن سارة تنجح في الحصول عليها، توصل على طول للنادي الاهلي بعد صراع قوي ينتهي عند هلا مصطفى. مطالبات باحتساب فاول لهلا مصطفى لكن توصل في الاخير للسوكا، تلعب السيت بلاي سوكا. سوريا نادين سلعاوي، نادين على 3 بوينت تنجح نادين في 3 بوينت ولا اروع من نادين سلعاوي بعد نزول هلا مصطفى، واحده من اللي هتقلب مجريات الجيم في احداث الكوارتر الثالث. ساره مسعود مع دفاع قوي من النادي الاهلي توصل لفرح موسى، فرح مان تو مان النادي الاهلي طالبه السكرين، راح يطلع الدبيكي عكست الناحيه الثانيه وراحت عكس السكرين لمن عوض شاطت على الميديم شوت لمت مره ثانيه بعد ما جابتش. فرح موسى لمن عوض مره ثانيه مع هلا مصطفى، لسه الكره مع من عوض تخرج من عوض في الاوت بعد دفاع قوي من هلا مصطفى وتضييق الفارق الى 8 نقاط بعد ما كان 10 نقاط. اوتسايد لصالح النادي الاهلي 4:57 على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. سوريا لفريده وائل، سوريا مره ثانيه باصات سريعه لهلا مصطفى تحت الباسكت لفت ما حدش قالها هتطلع كيك اوت راحت فعلا لسوريا. سوكا سلمت لفريده وائل اوبن شوت على 3 بوينت لكن ما بترجعش في التسجيل. رنيم على السكند شوت تلف وترتكز وتروح لكن فريده مدحت تنجح انها تاخد منها البلوك بعد ما نزلت مكان نوره الدبيكي. فرح موسى او عفوا نوره الدبيكي لا زالت موجوده، نزلت مكان شزا. سكرين من ساره لساره مسعود لكن هنا في ايه؟ في هنا خطا وفاول على هلا مصطفى او عفوا فريده وائل. فريده وائل خطا وفاول واوتسايد لهليوبلس. فريده
سلمت لساره مسعود. ساره الفريده مره ثانيه تعمل ستيل نادين سلعوة، والحيازه هنا راحت لمين؟ راحت لرنيم جداوي. رنيم واحد على واحد، رنيم وصلت، رنيم ما تنجحش في التسجيل. ساره مسعود ديفنسيف ريباوند على طول وتبدا الهجمه عن طريقها، تسلم على طول لنوره ديبيكي مره ثانيه لساره مسعود. ساره تحاول تخترق، تسلم لديبيكي في الكيكاوي. ديبيكي تلف وترتكز بشمالها، راحت ما بتنجحش في التسجيل. سلعوة على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع لرنيم جداوي. طلع الكره بسرعه، فعلا طلعت بسرعه لسرايا. سرايا درايف، لا الطريق فاضي او عفوا مغلط، سلمت لنادين. نادين والثري بوينت الثانيه، الثري بوينت الثانيه ما بتنجحش في التسجيل. فريده تلم على طول وتسلم لفرح موسى من هليوبلس. تبدا الهجمه فريده لي من عوض. فريده مره ثانيه، 23 ثانية على انتهاء عمر الكوارتر الثالث. ساره مسعود تلف وترتكز، لا الطريق مزدحم. سلمت للدبيكي، شاطت الدبيكي ثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل. على طول فريده وائل ديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه. لازم الهجمه هنا تبقى سريعه لنادين سلعوة لرنيم، لكن تخبط في ايد رنيم وتطلع اوت سايد هارد لك يا رنيم. انت ونادين كانت الباصه حلوه، لكن كانت يعني تفكيرها حلو، لكن طريقه التنفيذ مش موفقه. خرجت سوكا ونزلت ميرال اشرف. مباراه قويه تدار من خارج الخطوط ما بين الكوتش هاب الالفي والكوتش طارق خيري. فرح موسى تبدا الهجمه لهليوبلس، لكن فيها الكابتن عمرو زاهد يطالب في حاجه، يطالب برنيم غداوي بالتغيير. واضح ان في حاجه في رنيم، دم او حاجه. سلامات لرنيم جداوي. كابتن عمرو زاهد بيقول انها يتم تغييرها. هل ستعود نوع الشتاء او جيمي نارد؟ لا، عادت سوكا. سوراي خرجت ديبيكي ونزلت من عوض من نادي هليوبلس. سلامات لرنيم جداوي. وادي الستيل من هلا مصطفى ولا اروع، توصل بالفاس بريك تنجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاهلي. داعي الفرق الى 5 نقاط. ساره مسعود، ساره تاخذ السكرين من فريده، تعمل السويتش على طول بينها وبين نديد سلعوة. من عوض حاول تخترق معاها ميرال اشرف، توصل راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ديفنس النادي الاهلي ولا اروع، وبدايه التحسن في الكوارتر الثالث. وادي نادين سلعوه على الفاست بريك تنجح في تسجيل نقطتين بعد ريباوند من هالة مصطفى، ولا اروع من كده تنجح في تسجيل نقطتين. ترانزيشن ديفنس او سرعه من التحول الدفاعي الى الهجومي بدات في احداث الكوارتر الثالث. داعي الفارق الى 3 نقاط على طول. كوتش ايهاب الالف يطلب تايم اوت في اخر 2:23 من عمره واحداث الكوارتر الثالث. تايم اوت انتهى اللي طلبه الكوتش ايهاب الالفي. خماسي النادي الاهلي هلا مصطفى، نادين سلعوة، سوريا ميرال وفريده وائل. استغلال الكوتش طارق خيري للفص بريك عن طريق 4 بيجروا، والبرج العالي للنادي الاهلي هلا مصطفى في الرباط. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. بريس فول كورت، فرح موسى ضغط عليها سوريا، مش سايباها، جالها بالسكرين، حصل السويتش، سلمت لفريده، فريده تسلم لمنى، ومنى تسلم لفرح مره ثانيه. من تو من النادي الاهلي. اخر 2:10 في زمن واحداث عمر الكوارتر الثالث. مسكت فرح، سلمت لمنى عوض اللي بدورها بتسلم لساره مسعود اللي شاطت من بعيد لكن ما بتنجحش في التسجيل. على طول سيستم النادي الاهلي دلوقتي اللعب على الفص بريك عن طريق ميرال اشرف. سلمت لسوريا، قطعلها هاله مصطفى، هاله الطريق فاضي، وصلت هاله بشمالها، هاله سجلت، هاله نجحت في تسجيل 2 بوينت. ضيعت الفارق الى فرق نقطه وحيده بعد وصل الفارق
لنادي هليوبلس 10 نقاط. كم باك ولا اروع من الكوتش طارق خيري عن طريق بناته في احداث هذه المباراه. من عوض لفريده مدحت، استنيها السكرين، عايزه تعمل الدرايف، سلمت لفرح موسى لكن اوتسايد على فرح موسى. تشجيع منه حماسي من جماهير الاهلي وبنات النادي الاهلي للاعبات النادي الاهلي. في ايه؟ في صافره هنا من كابتن عبد العليم السيسي وتحذير للكوتش ايهاب الالفي. والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. دقيقه 29 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. ده الفرق الى نقطه. هلا مصطفى قطعها ميرال، راحت ميرال بيمينها، ميرال سجلت ميرال، لكن هنا الكابتن عمرو زاهد كان ليه قرار تاني وقال ان الباسكت مش محسوب، قال ان الباسكت لا يحتسب. اذا تظل النتيجه كما هي، هي الاشاره زي ما حضراتكم شفتوا، تظل النتيجه كما هي 45 هليوبلس 44 الاهلي. اوتسايد النادي الاهلي. تخطف نادين وتسلم لفريده، لكن فريده يتعمل معاها بلوك، تخطف نادين للستيل المره الثانيه، وفريده المره الثالثه تنجح في تسجيل نقطتين. هنشوف قرار الحكم ايه، خطا شخصي وفاول لصالح نادي فريده وائل. هنشوف على مين. لا، الخطا على فريده تجاه نادين سلعوة. نادين سلعوة هي اللي هتشوط التو بوينت او الاثنين فري ثرو، وادي الفري ثرو الاول. نادين سلعوة تنجح في تسجيل الفري ثرو الاول. كده التعادل، عدنا الى نقطه الصفر. والفري ثرو الثاني نجحت ايضا في التسجيل عشان تعلن اول تقدم للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث. دقيقة 13 ثانية، خروج فرح موسى من هليوبلس ونزول شذا عبد الحكيم. شذا هي اللي هتقود الملعب دلوقتي، ما زال الاهلي ضاغط. لفريدة مدحت، منا عوض، منا درايف، منا وقفت ارتكزت طلعت الكيك اوت، تخطف ميرال لكن تطلع اوت سايد على النادي الاهلي. كابتن شريف سليمان، وادي ستيل حلو من النادي الاهلي، وادي الفاست بريك روعه للنادي الاهلي عن طريق سوكا واسيست من فريده وائل تنجح في التقدم بثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. من عوض لسه الكره معاها، ضغط النادي الاهلي، من تعمل لها سكرين راحت، لكن هنا اوفنسيف فاول على من عوض لاعبها رقم 14 اتجاه سوكا، واوتسايد للصالح النادي الاهلي. سياسه كوتش طارق خيري، هلعب بلعيب طويل عشان اسرع الملعب، نتج عنه 3 فاست بريك حتى هذه اللحظات، ووجود ضغط دفاعي من اول ملعب يستوجب معاه السرعه. ده اللي حصل دلوقتي حالا، وحلول سريعه تجاه زون ديفنس نادي هليوبلس. وادي ستيل تاني من هلا مصطفى اللي تقع وتسلم لنادين سلعوه، باصه حلوه، وادي تروح نادين لكن تعمل لها بلوك، تخطف على طول شذا من هليوبلس، على طول فاست بريك لمنى عوض اللي تنجح في تسجيل نقطتين تعدل بيهم النتيجه الى فارق نقطه لصالح النادي الاهلي. سوكا اخر 5 ثواني، فريده تقف وتشوط، هاله شاطت راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل عشان تنتهي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي فارق نقطة وحيدة بعد ان كان متأخرا ب10 نقاط. استطاع النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث في الشوط تقدر تقول عليه فوق المتوسط، قريب من الجيد انه يقرب السكور. رجعنا تاني بعد الراحة اعزائي المشاهدين، وختام احداث الكوارتر الرابع والتقدم الاهلي بفارق نقطة. اللي ما كانش متابع معانا، كامباك عمله النادي الاهلي في بعد تأخره ب10 نقاط، استطاع التقدم ووصل الفرق الى 3 نقاط، لكن بفص بريك عن طريق من عوض قدرت انها تضيق الفرق الى نقطة وحيدة لتصبح النتيجة 48-47 لصالح النادي الاهلي. خماسي النادي الاهلي هو الخماسي اللي انهى بيه كوتش طارق خيري احداث الكوارتر الثالث،
والهجمة أهلوية والحيازة أيضا أهلوية. سوريا لناديس العوا، ميرال أشرف قلبت الملعب سكيب باس لسوريا مرة تانية، سوريا على الثري بوينت، سوريا شاطة سوريا لكن لا تنجح في التسجيل منه، عوض تلم على طول ديفنسيف ريباوند، ما زالت تحتفظ بالكرة، عايزة تسلم لشازا بالهاند أوف، سلمت شازا خماسي الأهلي، هلا مصطفى، سوريا، نادين سلعوة، فريدة وائل وميرال أشرف، أما خماسي نادي اليوبلس، لكن بعد الهجمة دي ودي الستيل حلوة قوي من ميرال أشرف والفاست بريك ولا أروع من نادين سلعوة بعد أسيست من ميرال أشرف. هنقول لحضراتكم الخماسي هليوبلس، شازا عبد الحكم، من عاطف رقم 24 وسارة مسعود، فريدة مدحت، وهنقول لكم مين الخامس. تقدم اهلاوي بفارق 3 نقاط. فكر حضراتكم ده اليوم الاخير في احداث بطولة منطقة القاهرة، وادي منا عوض او منا عاطف عفوا لشازا، ضغط النادي الاهلي هيستمر في سياسة الكوارتر الثالث، منا عاطف يعمل الستيل لكن توصل لساره مسعود، ساره معاها نادين سلعوة تلف وترتكز وقفلها نادين، شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، ميرال اشرف على الديفنسيف ريباوند على طول، وادي الفاص بريك سريع توصل وتطلع على طول، سوريا سوريا درايف، سوريا سلمت نادين سلعوة على الكيك اوت، فريده وائل درايف من بيز لاين وصلت ارتكزت لفت سلمت لهلا مصطفى باسيست جميل لكن تعترضها على طول نورا الدبيكي بفاول وخطا شخصي على نورا الدبيكي بالتو شوتس لصالح هلا مصطفى. هلا مصطفى على الفري ثرو الاول نجحت في التسجيل. هلا مصطفى على الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. من عاطف لسه الاهلي ضغط من اول ملعب لكن سوكا ترتكب فاول وخطا شخصي اتجاه من عاطف واوت سايد لصالح نادي هليوبلس. كوتش طارق خيري وسع الفارق 52-47، 5 نقاط في اخر 8 دقائق و44 ثانيه من عمر واحداث الكوارت الرابع ونهايه المباراه. شازا سلعوة معاها مش سايباها، ضغط عليها سلمت منا عاطف، منا درايف، منا قطعت عملت الستيل، ميرال اشرف اللي تعلن عن نفسها في بدايه احداث الثالث والرابع وفصل بريك ولا اروع من ميرال اشرف تنجح في تسجيل نقطتين وتوسع الفارق 6-54-47. وادي 3 بوينت ما بتتجابش على طول، ميرال اشرف صمام امان في الريباوند وصمام امان في الفصل بريك ليه، تقلب الملعب لسوكا، سوكا تهدم الملعب وتقف على السيت بلاي، ميرال درايف، ميرال سلمت لهلا مصطفى لكن تقطع في السكه على طول، من عوض ليه ساره مسعود اللي عملت الدرايف وهي قطعه لكن على طول هلا مصطفى ترتكب معاه فاول وخطا شخصي برميتين حرتين تو شوتس لصالح ساره مسعود. 7 دقائق و51 ثانيه، 47-54 وتغيير هيجري كوتش ايهاب الالفي، هتخرج من عاطف رقم 24 وهتنزل يسرى اشرف. ساره مسعود على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. ساره على الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. 49-54 لصالح النادي الاهلي، 5 نقاط هو الفارق للصالح الاهلي والاهلاويه. فريده وائل لهلا مصطفى اللي لمحتها فريده وراحت باصالها بالباك لاب لكن تعترضها نورا الدبيكي بخطا شخصي وفاول وتو شوتس لصالح هلا مصطفى، لكن الباصه حلوه من اولها من فريده وائل. نورا الدبيكي تخرج وتنزل مكانها فريده مدحت. فريده مدحت يمكن عدد مشاركاتها قليل لارتكابها اكتر من 3 اخطاء شخصيه على ما اعتقد. الفري ثرو الاول ناجح عن طريق هالة مصطفى. سيستمر الكوتشي طارق خيري في دفاع البريس من اول ملعب
زي ما احنا شايفين. والفري ثرو الثاني هلا مصطفى تنجح في التسجيل ايضا. يسرى اشرف عدت قبل الثمان ثواني، سلمت لساره مسعود، ساره تاخد السكرين معاها فريده وائل مش سايباها، يسرى اشرف، يسرى خدت السكرين طلعت لها هلا مصطفى، ما زالت يسرى محتفظه بالكوره، سلمت لفريده مدحت على الاوبن شوت 3 بوينت، شاطت ما بتنجحش في التسجيل. صراع اهلاوي ينتهي عند ميرال اشرف اللي بتطلع الكوره لمين؟ لكن هنا كان قدامك تلحقها على طول نادين سلعوه، نادين بالباور لاب وتنجح نادين في تسجيل نقطتين وتو بوينت لصالح النادي الاهلي. توسع الفارق 58 49 89 نقاط. وادي من عوض ساره مسعود، يسرى اشرف لوحدها على 3 بوينت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف كل الريباوند عن طريق ميرال في الديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه ميرال اشرف تقلب الملعب بالسكيب باس على طول لسلعوه على الثلاثيه لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده تنجح في الديفنسيف ريباوند، سلم ساره مسعود تبدا الهجمه ساره، سريعه ساره عندها حلول ساره، وصلت ساره نجحت ساره وخدت معاها فاول بعد ما سجلت وفاول على ميرال اشرف او عفوا فريده وائل. تغيير خرج تشازا ونزل فرح موسى وان مور او الاند وان لساره مسعود. نجحت في تسجيل الاند وان. دقيقه الفرق الى ست نقاط، ست دقائق 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فريده وائل سلمت لسرايا لكن طويله شويه وطلعت اوت سايد لصالح نادي الاهلي. يسرى لساره مسعود تاخد سكرين من عوض. الاهلي يعمل السويتشات. تماره كريم اولى المشاركات سيطر على كرتها لكن في فاول على سوكا. فاول على سوريا ونقاش مع الكابتن عبد العليم السيسي. وسوكا فاول اعتقد انه هيتم سحبها من قبل الكابتن طارق خيري. تكون ده الفاول الرابع لاتجاهها. فريده مدحت قطعها ساره مسعود. ساره تلف وترتكز وتروح وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي اليوبنس ده بيهم الفارق الى اربع نقاط. ده الفارق الى اربع نقاط لصالح النادي الاهلي. نادين سلعوه هلا مصطفى. السكيب باس على طول لسوريا. سوريا نادين سلعوه مره ثانيه طلعت لفريده وائل. سوريا الثواني الاخيره شاطت سوريا نجحت سوريا مع الباسر تايم في تسجيل ثلاث نقاط وسعت الفارق الى 61 54 لصالح النادي الاهلي. تقدم ثاني للنادي الاهلي في عمر الكوارتر الرابع. وادي ستيل تاني النادي الاهلي تخطف سرايا وتشوط لكن ما بتنجحش في التسجيل. ساره مسعود تسلم على طول ليسرى اشرف في الفاست بريك لكن تهدى يسرى وتسلم لساره مسعود مره ثانيه. تماره تحت الباسكت عايزه تباصي ستيل من ميرال اشرف. ميرال على الفاست بريك وصلت لكن هنا بتعترضها تماره كريم. فاول وخطا شخصي بتو شوتس لصالح نادي الاهلي على التنفيذ الفري ثرو الاول والثاني. ميرال اشرف ما اروع هذه الجماهير، ما اروع هذه الهزيج دائما وابدا. جماهير النادي الاهلي هي رقم واحد. اعتقد في تغيير حصل لان شايف جيمي نارد هي اللي نزلت. هقول لحضراتكم نزلت مكان مين. خمس دقائق ثلاث ثواني اعتقد انها نزلت مكان سوريا. هنشوف دلوقتي. والفري ثرو الاول ميرال اشرف القادمه من نادي الشمس بعد رحلة دراسية في أمريكا واعتلاء كافة الأرقام القياسية. ميرال أشرف ميرال على الفري ثرو الثاني لا تسجل أيضا. هيتم الإعادة. لا في حد جيمي نارد هي اللي دخلت مكان قبل الشوط. فعلا جيمي نارد هي اللي نزلت مكان سوريا. لسه الأهلي في الضغط على فريق نادي هيليوبلس. يسرى من هيليوبلس جيمي نارد تتولى رقابتها. يسرى ما زالت يسرى سلم لساره مسعود هدفت الفريق حتى هذه اللحظات على 3 بوينت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده وائل تلم على طول وتحاول تعدي عدت فعلا من تماره سلمت لي هلا مصطفى مستنيه اللقاطع سلمت لنادين سلعوه
بالسكيب باس قطعها ميرال اشرف. ميرال والكيك اوت تبتدي عند هاله، هاله بالليب بالفلوتنج شوت تنجح في تسجيل نقطتين ومعاهم اند وان تجاه فريده. فاول ارتكبته فريده مدحت بخطا شخصي تجاهها، والاند وان للصالح على مصطفى. اند وان لهلا مصطفى على الفري ثرو، نجحت في تسجيل الاند وان، وسعت الفرق الى 64 54 فرق ال 10 نقاط للصالح نادي الاهلي. وفاول على فريده وائل. فريده كانت تلعب هي ونوع شتا في نادي هليوبلس. تغيير، خرجت فريده ونزلت الكابيتانو دينا عمرو. اخر 4 دقائق 32 ثانيه، تقدم اهلاوي ب 10 نقاط 64 54. طمارة على الفري ثرو الأول لا تسجل. طمارة على تنفيذ الفري ثرو الثاني، تنجح في التسجيل، ده الفرق إلى 9 نقاط. يبدأ النادي الأهلي الهجمة اللي هتقود الملعب دلوقتي كبوينت جارد هي نادين سلعاوي. نادين لميرال أشرف، ميرال لنادين مرة ثانية. جيمي نارد تعمل سكرين لميرال اشرف على 3 بوينت اوبن شوت ميرال، لكن ما بتنجحش في التسجيل بخبره السنين. هلا مصطفى تاخد الكره في الاوفنسيف ريباوند. جيمي نارد تحت الباسكت قطعها لها ميرال، حلوه الباسكت، حلو الاسيست، حلوه الفكره، حلوه اللعبه ما بين جيمي نارد وميرال اشرف. هاتها لنا من الاول، ادي القطعه حلوه وادي الاسيست، ولا اروع ولا اجمل من جيمي نارد. نقطتين لصالح النادي الاهلي، 2 بوينت سجلهم ميرال اشرف، معاهم اند 1 لا تسجلها، لكن تراي تاني مره ثانيه اوفنسيف ريباوند عن طريق جيمي نارد اللي سلمت لنادين سلعوة. لكن هنا في ايه؟ لسه الحكم ما قالش حاجه. الكابيتانو دينا عمرو لميرال اشرف، اوبن شوت على 3 بوينت، شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. يسرى اشرف على الديفنسيف ريباوند، سلمت لكن حاولت معاها دينا لكن ما بتنجحش، تخبط في رجلي. هلا مصطفى وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. خرجت طماره كريم من نادي هليوبلس ونزلت فرح موسى. ده تغيير الاجراء، كوتش ايهاب الالفي. فريده مدحت سلمت ليسرى اشرف، منى عوض، منى تاخد السكرين تقف على الميديم شوت، شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. هلا مصطفى على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لنادين سلعوة. 3 دقائق 25 ثانية على أحداث الكوارت الرابع والمباراة، 11 نقطة لصالح الأهلي والأهلاوية. جيمي نارد قطعت حلوة أوي هلا مصطفى، لكن الباصة كانت قوية وتطلع أوتسايد للصالح نادي الأهلي هليوبلس. يسرى اشرف استلمت الكرة، هتعدي بالملعب معها دينا عمرو. دينا ويسرى اشرف، ما زالت دينا ويسرى اشرف محتفظة بالكرة، وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل. هلا مصطفى تلم على طول وتسلم لدينا عمرو اللي بتطالب بالهدوء، وتسلم نادين سلعوة لقيادة الفرقة في الهجمة الأهلاوية. جيمي نارد لدينا، باصات سريعة عند هلا مصطفى لجيمي نارد في البيك اند رول، ميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ساره مسعود على الديفنسيف ريباوند وبتسلم لفرح موسى، لساره مسعود مره ثانيه اوبن شوت على الميديم تنجح في تسجيل. نقطتين و2 بوينت لصالح نادي هليوبلس، 57 66 يعني اعتقد كده مان اوف ذا ماتش بالنسبه لنادي هليوبلس هو او هي ساره مسعود. اعتقد انها السكور افريج بتاعها معدي النهارده لحاجه و20 بوينت. وادي الكابيتانو دينا عمرو بتشوط، والديفنسيف الاوفنسيف ريباوند روعه من نادين سلعوة اللي بتنجح في اضافه نقطتين لصالح النادي الاهلي. هجمه لنادي هليوبلس، منى عوض
تاخد السكرين من فريده لسه منه بتحاول تطلع كيك اوت ليسرى اشرف، يسرى تاخد السكرين مره ثانيه من فريده مدحت تعمل الدرايف راحت وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تراي مره ثانيه لمنى عوض اللي نجحت في تسجيل نقطتين ومعاها الاند وان. هنشوف الفاول على مين، اعتقد الفاول على دينعام، اعتقد الفاول فعلا الفاول على دينعام، دينعام رقم 10 الكابيتانو ترتكب فاول. و دقيقه 53 ثانيه 9 نقاط الفارق لصالح النادي الاهلي، اند وان تنجح في تسجيلها ده الفرق الى 8 نقاط. نادين سلعوه في قياده الفريق فنيا وقياده الهجمه في البوينت جارد، نادين سلم لفريده وائل، فريده ليه ميرال اشرف على 3 بوينت، روعه يا ميرال، روعه ميرال ب 3 بوينت ولا اروع، لكن في صفاره يتم احتساب الثلاث نقاط. وهنشوف دلوقتي الفاول ده على مين، في فاول حصل، هل هو على منى عوض ام على نادين سلعوه؟ هنشوف اشاره الحكم. يبقى كده الفاول على منى عوض رقم 14 تجاه نادين سلعوه، دفع الفرق الى 11 نقطه وسعته نادين الى 12 نقطه 72 و60. وادي الفري ثرو الثاني، نادين سلعوه تنجح في تسجيل 2 بوينت، وتايم اوت يطلبه الكوتش ايهاب الالفي وحوار مع التحكيم. بالمناسبه يمكن انا نسيت ابارك او اهني كوتش طارق خيري بعيد ميلاده اللي كان اول امبارح، كل سنه وانت طيب كما يقولون لك يا كابتن طارق، كل سنه وانت طيب يا غزال مصر. تايم اوت يطلبه كوتش ايهاب الالفي، تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللي طلبه الكوتش ايهاب الالفي، عادت سوكا مره ثانيه الى ارض الملعب مكان نادين سلعوه. اخر دقيقه 36 ثانيه 13 نقطه هو الفارق لصالح النادي الاهلي، ضغط النادي الاهلي من اول ملعب، لكن كوتش ايهاب الالفي في اخر دقيقتين اي تايم اوت بيطلب سواء من هنا ولا من هنا بيتسال لك سؤال، هتلعب من منتصف ملعبك ولا من منتصف الملعب الامامي؟ هنا في الحاله دي كوتش ايهاب الالفي طلب انه يلعب من منتصف الملعب، ملعب النادي. ١٤ ثانية زمن الهجمة، سارة مسعود ليه يسرى أشرف، منى عوض حاول تلف وترتكز بالفيدوي شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، على طول فريدة وائل تلم وتسلم لميرال أشرف، ميرال تبدأ في فاست بريك لكن تهدى على ملعبها وتسلم على طول بمنتهى العقل لسوكا، ميرال مرة تانية السيت بلاي والباصات السريعة والتحركات في البلايند هي اللي نجحت مع النادي الأهلي في إنه يزيد الفرق إلى 13 نقطة زائد الثري بوينت لسوكا، لسه ما نجحتش، خبطت تلم جيمي نارد عايزة تخبطها كده لكن ما بتنجحش وبتسلم على طول، فاست بريك لسارة مسعود تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي هيليوبوليس، دي الفرق الى 11 نقطة لصالح النادي الاهلي. فريدة وائل ما زال زون ديفنس نادي هيليوبوليس 2-3، دينا عمرو فريدة او عفوا ميرال لدينا عمرو مرة ثانية، سوريا دينا على 3 بوينت ثاني المحاولات لكن ما تسجلش، على طول تلم فريدة مدحت وتسلم لمنى عوض، منا لكن جيمي نارد تعمل الستيل والفاست بريك 4-1
هتخلص ازاي؟ تخلص عند ميرال بعد اسيست من جيمي نارد على طول سجل نقطتين ويطلب كوتشي ايهاب الالفي تايم اوت للمره الثانيه. يا ترى هيقول في ايه بعد اتساع الفارق الى 13 نقطه؟ تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت. 23 ثانيه وتقدم النادي الاهلي 75-62 فارق 13 نقطه. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش ايهاب الالفي في حاله فوز النادي الاهلي يصبح اليوبلس في المركز الرابع. 14 ثانيه زمن الهجمه من عوض خد سكرين، اخر 20 ثانيه من احداث الكوارت الرابع والمباراه. تقدر تقول كده عزيزي المشاهد عزيزي الاهلاوي مبروك للنادي الاهلي الفوز. وادي ساره مسعود بيشوف التراي دي، فعلا مبروك للنادي الاهلي فوز. وادي ميرال اشرف تستحوذ على الكره، تعدي اخر 5 ثواني، سلمت لسرايا، سرايا بتعدي بتضيع الوقت خلاص الثانيه الاخيره. الف مبروك للنادي الاهلي بفوزه على نادي هليوبلس بنتيجه 75-62 في نهائي بطوله منطقه القاهره لموسم 22-23. اعزائي المشاهدين لحظات وسنرى التتويج مع من ارض الملعب. احب اعرفكم ان ترتيب البطوله كالاتي: الاهلي في المركز الاول دائما وابدا، الجزيره في المركز الثاني، الشمس في المركز الثالث، هليوبلس مركز رابع، مصر للتامين مركز خامس، واخيرا المركز السادس لنادي الزهور. كوتش طارق خيري وكتيبته يفوزنا بالبطوله الثانيه لموسم 22-23 بعد حصوله على الدوري المرتبط من امام سبورتنج، ويحصل اليوم على بطوله المنطقه من امام هليوبلس. مبروك للكوتش طارق خيري. لحظات اعزائي المشاهدين، وسنكون معكم في احتفاليه التتويج من صاله استاد القاهره ومن ارض الملعب صاله رقم 4. تهنئه من الكوتش طارق خيري ومساعداه كابتن علياء وكابتن كريم اسماعيل، كابتن ماجد، كابتن اكرم، كابتن اكرم، وتحيه للاعبات في انتظار التتويج. لاعبات النادي الاهلي يعني راحوا بيردوا التحيه لجماهير النادي الاهلي اللي دائما وابدا بتأزرهم، وده المشهد ده بيتكرر، وكان اخر مشهد بالشكل ده كان امام نادي سبورتنج في صاله استاد القاهره رقم 1 في نهائي دوري المرتبط. كوتش طارق خيري والابتسامه السعيده في الفوز حماس الشغف الذي يعطيه جماهير النادي الاهلي يخليك تفوت في الحديد زي ما بيقول. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. جانا الالفي، الكابتن دينا عمرو، رنا نبيل، سوكا، علياء محمود، سوريا، هالة مصطفى، كوتش طارق خيري، كل اللاعبات توجنا اليوم ببطولة منطقة القاهرة 2022-2023. ندى نافع اللي مع المصابة، جيمي نارد، وميرال أشرف، نهى شتا، حبيبة محمد بيكو اللي بدأت المباراة، جايدة خالد كانت خارج القائمة، جانا الألفي، رنا نبيل، ميرال أشرف، نادين سلعوة، سوريا، ندى نافع، دينا عمرو، نرمين أحمد، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، نهى شتا، جيمي نارد، هالة مصطفى، حبيبة بيكو، وجايدة خالد، دول كتيبة النادي الأهلي الحاصلة على بطولة منطقة القاهرة للسيدات موسم 22-23. أما الجهاز الفني، الكوتش طارق خيري، المدير الفني الكابتن كريم إسماعيل، المدرب العام علياء محمود، المدرب المساعد كابتن ماجد،
المدير الاداري مشير عبد العليم، ادار الفريق اكرم السبكي، مخطط اعمال اكرم الشرباجي، محلل التقني دكتوره ياسمين محمد، اخصائيه العلاج الطبيعي دكتوره مي القاضي، المعد النفسي والدكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق. مليون مبروك